خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. عرفت انك الامير؟ للاسف لا. ابا ابا امير والله لا افترك يا صف. اهلا وسهلا. جميل هذا البرقع. هذا فضه وشغل يدوي. ما عاد اجلس هاني ولا اشوف على شيء. ليش؟ ما نزعل شو غثاش؟ منك من كل شيء. انا ما بتفعلي يكفي. ليش انتي قاسية على نفسك هكذا؟ بصير عندك كيف قديمة محرقة. ايش عادك تشتي مننا؟ بكل وقاحة تجي لهانا. معي امير ابني. الله ينتبه منك يا جنقة. حرقتي دمي. الله يحرق دمك من سبع سمك. اول مرة افتجع من امير هكذا كأنه ناصر المناوري. أمير شفيق أو أمير ناصر؟ أشتشني أكلمك. أنت كنت دائما تقول لي إني طالع لخالي ياسين. أنا طالع لعمي حميد، والعم أقرب من الخال. إنه وأنت خرجت من المستشفى وقطعت المسافة هذا كله علشان تقول لنا الكلمة دينا هذا؟ تحاكى ما تشتي. اشتي اعرف من هو جابر الرياح. يا
الله من بطني مغسوح. يا وحيد تلفون مروان مغلق. ما له تلفون مغلق واصل. تعرف ايش مروان عادك؟ ما الانجليزي جبت لي الدواخ. كي يا اخي الله يحفظك. خرج شوف مروان. خرج شوف هذه الساعة. انا تعبان. تشوفين ايش كل خمس دقائق في الحمام. يا الله ايش ذا كل الناس امراض. الله يشفيك يا بنتي يعافيك. يا وحيد حتى ما عدريتش ايش اكله. انت تهتمي بيوم وتهملي شهر انت ومروان. لو بيدي لقطع له من لحمي يا وحيد. شكله قع. يا مروان. من ذا؟ من انت؟ هذا صوت صخر. انا صخر. اين مروان؟ ها صخر ها. دحين وقت صخر بالله. اتصلت لتلفون مروان لكنه مغلق. انا قلبي يقول انه باع تلفونه عشان بنته مريضه. ليش ما لها؟ في بي سوء تغذيه من يوم ما خلقت وهي تاعبه ومريضه. لكن خيرة الله مروان رزقه قليل. وذو نتصل لك من اول تلفونه مغلق. بعته صح؟ حياك الله يا صخر. الله يحييك يا سد. كيف في بنتك؟ والله تعبانة. الله يشفيها إن شاء الله. بس يا صخر قيتك هذه وراء موضوع. لا لا ولا شيء. ادخل عند بنتك وانتبه لها. إن شاء الله نرجع نتكلم بعدين. إن شاء الله. دقيقة يا صخر أحس بطني ممغوس. شو أدخل عند مروان وارجع لك. أنا شو انتظرك في بداية الشارع. لا تتأخر شاسد. يا فندم غسان وأبو غسان هم مختفين 3 أيام وسألنا عليهم أهل الحارة قالوا مش عارفين وينهم ومستغربين أهل الحارة من اختفاء أبو غسان لأنه ما خرجش من البيت إطلاقا. معقول صخر لا علاقة باختفاء غسان؟ صخر وغسان ما يشكلوش خطر على بعض وإنما ممكن يكون غسان ورط نفسه بمشكلة من مشكلاته. لحظة هذا أكيد عنده معلومات. ألو أيوة آية وانت فينك الآن؟ مش قادر أصدق إنك تبرحت بكليتك وغلطت الغلطة هذه. افرض إنه حصل لك حاجة أنا إيش كنت بسوي؟ أنا مش قادر أصدقش ولا قادر أصدق حب شيء. ليش سرقتني ها؟ ما مش عنديش ذرة من الإنسانية. تسرقي ابني وتحرميه من أمه. أمير صخر. ألف مرة قلت لي صخر. افهمي كيف انت حاسة بالإحساس اللي أنا حاسة. حتى اسمي ما عاد أنا قادر أنطقه. التي أحس إحساس بالضعف نزعتي شخصيتي مني خليتيني أنعزل من الناس. حسيت بالضعف. انسجنت حتى بسببك. بسببي أنا؟ أيوة بسببك. تغيرت شخصيتي. حتى لما كنت أسير المدرسة كانوا أصحابي كلهم يعايروني بش. ليش؟ عشان أمي بتدللني وتحبني وتدلعني وتجي يوميا للمدرسة تزورني. تمنيت إن كل الأيام اللي مريت بها تكون حلم وصحى من هذا الحلم.
فوق هذا كله اكتشف الآن إنني مسروق. يا سلام. يعني أمي اللي أحبها وأخاف عليها طلعت سارقة. يعني أمي ما هيش أمي وأبي ما هو شبي. ليش فعلتي بي هكذا ها؟ ليش؟ ريت والله وأنا انقتلت بدل يحيى وارتحت من هذا الموقف ولأنني كنت عايشة. ربنا كرهش كرهتش وكرهت نفسي وكرهت حتى اسمي. ما عرفت انتي مخبية يا جميلة، ايش مخبية انتي ومسعود؟ جميلة مالش؟ وخالتي فيها ايش؟ ما لقيت الا خيزران تخطبها وانا يا ناصر. صلي على النبي يا جميلة، ما هو هذا الكلام اللي بتقولي؟ عيب عيب لحد يسمعنا. العيب انك ما التزمتش بكلام ابوك وان احنا لبعض من صغرنا. لا حول ولا قوة الا بالله. هي اسمعي، انت بنت خالتي ومثل اختي وانا كنت معيش صريح وصادق وعاملش مثل اختي وعمري ما كذبت عليش بشي ولا وعدتش بشي. واذا كان ابي وابوش تحاكوا فهو من غير موافقتي والزواج مش بهذه الطريقه يا جميله. يعني انت كنت تجي القريه لاجل تبصر خيزره ولا كنت تجي لاجل حد؟ وبعدها مش عليش هذا الكلام، والزواج قسمه ونصيب ونصيبي مع خيزره. ولأنها بنت الحج معروف ولأن أبوها غني. أنت تعرفيني يا جميلة، أنا مش عيني على المال. هيا الله يوفقش ويسخرش كل خير ويرزقش بابن الحلال الذي يعزش ويقدرش خاطرش. ناصر ما توقعش لخيزرة. وانسر حسش يا جميلة. جاوبي. بايش احلف لك؟ انا ما كنت مخططة ولا كنت ناوية اشلك. انا كان قصدي انك ميت وكنت خايفة على خيزر. انا مع ان ناصر كان مانع. مانع عايش. مش نبهت عليش ان هذه المرة ما بتدخلش بيتي ولا لا؟ لا هي سهل سهل مش وقت الحين. كيف انت يا ناصر؟ الحمد لله. ناصر مال وسرح معه. ما عرفت ليش كان يكرهني، حتى ما كان يشتي عاتقه بنت عمه اللي كانوا يشتيوا يزوجوه بها. من هي عاتقة هذه؟ أمتك أخت أبوك شفيق طريقة خالك مسعود. قالوا إن ناصر حكيم وإنه يقدر يعرف الناس وأكيد إنه عرف إيش على حقيقتش. أمير أرجوك لا تتعقد مني، أنا أمك اللي ربيتك. أنت أنانية ما تحب إلا نفسي شو بس. حتى فكرتي فيني أو قلتي ممكن يوم من الأيام أني أعرف أو ممكن حد من القرية يجي ويكلمني بكل شيء ويعرف الشبه بيني أنا وأخي يحيى. الله ينتقم منك يا وليد،
أكلني حال ومال، وفي الأخير رجع قال لك. عاش وليد اللي كلمني. أخي يحيى كلمني بنفسه. ليش اخرج؟ ورجع سريع بقعة، خلوا لي حالي. يا ابني حبلنا وولدنا لا نعرف مستشفيات ولا نعرف عيادات، واذا احنا بخير وانت مكبر الموضوع للمة. استغفر الله العظيم. لما افتن في روحي وارجع اسر معك. ما ابا ليش الصيح هذا كله؟ اجي ما بفعلها انا. أنا جيتها بالزراوية هالمستشفى نتفقدها ونتي لها علاج للغاثي. قومي 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 يا بنت مع زوجش، زيتي بالدلع مع الجهال عيلعبوا بنا. وانت يا بشير لا تمسخها بالدلع حقك، خيرة الله عليك اشتحط وقع رجال. وين أبوك؟ ماله ما عاد بيجيش عند الحج مقدام؟ أبي تاعب لف في روحه، جالس له في البيت. يا أخي الله يشفيه. مالش الا عمش حمايدي صوم ولا ايش؟ هذا كله منك، انا قلت لك رجي خلي لي حالي. قوم قوم يكفيك كسل يكفيك مرض، قوم بسر ابن صفيه ما بيفعل بنا. حتى هي ما عاد خليت لها حالها الله يرحمها وقد في قبرها. اسمع المتعلم حقنا قد يشل الماء ويقربه للمجاورية. كيف؟ لا كيف ولا ميف، بنقول لك الوليد ما عادوش بحسه. كلمته هددته ولا هو داري وين الناس. الوليد ما شاء الله عاشق والهان، كلمه وعقله قاسما بالله لو شفته لا أقطع رجله. عجبك الخبر؟ ما بالله ذكرتني بزمان، كيف كنا مجاني وانت كنت في دنيا لوحدك، وعمي الله يرحمه ما قدرش عليك حتى مشيت الذي دشتي وتزوجت بام وليد. هذا الظاهر بتزيد المجابره انت وعلوي ولا ما هو جننت بالولد. غير اسمعني وفهم، زماننا غير زمانهم وحالنا غير حالهم. المجاورة لو شافوه مع بنتهم هيمسكوه، ويا ريت وهم يقتلوه ويخارجونه وبس. لا هذا عم تدخل في مسمعة وفي هدرة فاضية، مشي حالي علينا. يألم الله ما قد مأمن نصيبه. يا عم حميد ليش تأخر أمير؟ أنا اللي عرف أنه ملتزم بالمواعيد. قد يكون حصل معه ظرف أو أي مصيبة في الطريق، ما تعرفيش إيش ظرفه. أنا
السلام عليكم. عليكم السلام. عدنا كنت بتصل لك، كويس انك ملتزم بالموعد. على فكرة لما كنت جيت كنا فعلا بنياس. أنا ما تأخرت إلا المرة الأولى وبلغت أقوم قبلها إني أتأخر. كيف يا ريحانة؟ إن شاء الله تكون قدي أحسن من أول. ريحانة الحمد لله أحسن من أول بكثير. إن شاء الله تتحمس معانا يا صخر ونقدر ننفذ المشروع هذا. وعلى فكرة أجلنا مشروع السد وذا الحين بنفتح مشروع الخزانات، ومحتاجين ناس تفهمنا عشان نوعي الناس اللي مش فاهمة خالص. عشان الناس موجودين اللي يوعوا، انتم ما تقلقوش ولا تخافوا. طبعا نشتي من يبعد عنا حميد، لانه دائما ضد عملنا الخير والانساني. اي حين خططوا ومتى شخططوا؟ اليوم اليوم يا عم حميد، وانت في المحكمه. وانت وين انت؟ ما بتفعل في القريه ما هو؟ شخططوا، خططوا، ما عاد له وشك يخططوا. مالك يا عم حميد؟ أنا صرت المنحل أو نسيت؟ مش هو عملك ولا عمل الفريق، هو عمل هذا جالس يمكنها رقدة داخل البيت ومارضة، يعلم الله ما معك. حتى لو خرجت للفريق أش عاد أفعل لهم؟ الجماعة قوي يفعلوا الخير في هذه القرية المنحوسة ولا حد بيرد علينا سلا، وقد تعبوا وضلعوا ونزلوا من أجل يضلعوا لنا. يا رجل روح لك انت وحقك المجبر سير امرض. لا حتى لو خططوا انا اتحداهم يعملوا حاجه ما احناش موافقين. ما حد بيفهم في القريه هذا بعدي مثل زيد الصدق. هبا هبا افعل انا حصان نفتهن التعب وتحمل. ما هو ذا التربيه هذا؟ كيف ربيتها؟ هي يخطي. كم قلت لي عمرش يا راوية؟ 13 سنة يا دكتورة. 13 سنة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أم صغيرة. أنت يا راوية حامل في الأسبوع العاشر من الحمل. كم هذه الأسابيع؟ يعني شهرين ونص. لك الحمد ولك الشكر يا الله. أدي لي حاجة تبعد لي الضيق والضبح. بيبتعد كل شيء إن شاء الله. راوية تحتاج لرعاية وعناية صحية خاصة، لأن الحمل عيتعبها وخاصة إنها في مثل هذا العمر. ولا تقلقي يا دكتورة، أنا معاها ولا عاد أخليها تحتاج شيء. وانت يا راوية لازم تهتمي بنفسك، تهتمي بصحتك، تغذي كويس، لأن جسمك ما قد اكتملش. بكتب لها شوية علاجات تستخدمهن وأشوفها في الزيارة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مالك جالس عندك؟ عاد بطنك بتوجعك؟ شاموت بطني تقطعت هبت. الآن أغير ملابسي وأسعفك. وينك وين صخر؟ أنا الآن في المستشفى مع وحيد. إيش حصل له؟ حالته خطيرة والآن بيشوفوا إيش سووا له. يلا يلا الآن الآن جاي عندك. يلا أنت ساكن معاه بنفس البيت؟ أيوه. ضروري تفحص الآن.
ليش ايش فيه؟ اشتباه بالكوليرا. كوليرا؟ صدق من قال أمنهم سلطان، بس كيف غسان بيوتك بهولا؟ ما مرتاحين إلا هولا، راقدين وتاركين كل شيء على الله. عميد توفيق، من آسفين على الإزعاج، معاك الضابط المحقق ومساعد. خير يا وندم، ما به، كل خير، بس معزومين عندي. تحرك عنده، يلا قدامي حرك. ها بشر، هل هل استمر؟ يعني مش انتوا عارفين اين صاحبكم غسان؟ خيرة الله. طبعا انا ما كنتش اكلمكم، بس ضروري أطمنكم على صاحبكم. صاحبكم في المستشفى ورشوه بالرصاص. أكيد هذا صخر الذي قتله، لأنه جاء لعندنا وهددنا. قد كان أقتل غسان، بس الرصاصة وقعت في رجله. يا فندم، صخر ما قتل غسان إلا بعد ما تأكد إنه هو الذي قتل أخوه يحيى، لأنه جاء وهدده. لو كنتوا كلمتونا كنا حمينا صاحبكم. الله يلعنك يا صخر. يا فندم، غسان خبى علينا انه هو الذي قتل يحيى، واعتقد كان مفتجع قوي من صخر. واكيد انتم الاثنين كنتم مخططين تقتلوا غسان. غسان مختفي وشكلك قد عمل مصيبه، اعترفوا ايش قد فعلتوا بالمصايب. تأخرت علي يا يحيى. طال المغيب، طول ضم الأيام يا سد الغريب، هل من مجيب؟ احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت واحزان السنين، هل باقي روح الكره ولا للخلاف؟ كم حلم مات فينا ولا غير الحنين، متفرقين حتى من الفرحة نخاف. عمري الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا أي.
العلوم رضا أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع العلوم رضا أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الرباط قبل الغروس والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق القلوب